ممكن النصيغ اللي حضرتك قلته ده كله كنصيحة ممكن للمهندس شريف إسماعيل ولا في صورة إيه بقى؟ ما هو يعني أنا يعني ده أعتقد هو يعني أعتقد مهندس شريف إسماعيل بما له من خبرة وتجارب في المرحلة السابقة أعتقد أنه مستوعب تماما يعني ما أقول وأتمنى له كل النجاح. أنا بحترمه جدا جدا على المستوى الشخصي وعلى المستوى الإنساني وعلى أيضا المستوى السياسي، وأتمنى يعني أنا شايف أن المهندس شريف إسماعيل يستطيع أن يستمر في هذه المرحلة لاستكمال عملية الإصلاح الاقتصادي إذا كانت ظروفه الصحية تسمح بهذا، وأتمنى أن تكون ظروف الصحية تسمح بهذا إن شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا على هذا الحوار.